تعرفون قصة طبق الطائر اللي نزل في إمارة الشارجة؟ هالقصة ما يعرفونها إلا جيل الطيبين في الشارجة. ترتيبنا اليوم في طبق الطائر في إمارة الشارجة، وهذا الطبق يعود تاريخه لسبعينات القرن الماضي، واللي كان سابقا عبارة عن محل مخبوزات فرنسية، عقبها تحول إلى متجر، وبعدها إلى جمعية، وبعدها إلى مطعم. خلونا نشوف كيف تحول هالمكان اليوم. المعرض اللي مقام حاليا في الطبق طائر هو باسم لا مكان اقل من الان، وفكرته طبعا كانت فكرته من ليندزي سيرس وكيث سارجنت، اللي شرحوا فيه فكره المبنى طبق الطائر كانه الاستعمار البريطاني اللي كان موجود في المنطقه، فترجموا بطريقتهم الفنيه المبتكره والمثيره. أول ما دخلنا المساحة اللي تتوسط الطبق الطائر، لاحظنا الديكور اللي موجود يعطيك شعور كأنك دخلت مركبة فضائية. والآن هذا مكان العمل الفني الرئيسي للفنانين، واللي هو طبعاً عبارة عن شاشات سينمائية. هذه الشاشات تعرض الموسيقى والشعور اللي يستشعرونه الفضائيين أول ما ينزلون المنطقة. يعني أنتوا تتخيلون هذا الفيديو عبارة عن تصوير للفضائيين، طبعاً هذا تصور الفنانين لهذا العمل. الستارة الفضية والشاشات السينمائية مثل ما شفنا هي جزء من العمل الفني، وأيضا هناك الأوراق المطوية على الأرضية، وكذلك هذا الشكل الهندسي اللي كلها تربط بين هذا العمل الفني. بستكشف وياكم الحين الإضافة الجديدة الثانية للمكان، واللي هي عبارة عن مساحات مجتمعية مختلفة موجودة تحت الأرض. بننزل من هذا اللفت ونكتشفها وياكم. بعد ما شفنا الجزئية الأولى من المكان، الحين نحن في الجزئية الثانية، واللي تعتبر هي الجزئية أو الإضافة الجديدة للمكان، واللي أضافتها مؤسسة الشارقة للفنون عشان توفر مساحة مجتمعية للأفراد يستمتعون فيها من خلال القعدات الحلوة، حتى تفاصيل الإضاءة كيف تدخل للمكان بطريقة جدا جميلة من خلال الأطراف، أن الشمس تدخل من هذا المكان، كذلك البروجيكتورز أو شاشات العرض أو اللي هي أجهزة العرض، من خلالها يقدر الشخص أن يستخدمها ويعرض الأفلام الخاصة فيه على هذه الجدران. واللي يحبون يشتغلون في أجواء شوية حلوة وتفتح النفس، شوفوا هالمكان. هذا الفيو اللي بيكون قدامكم وانتم تشتغلون من منصة الإقلاع. الحين بأراويكم شيء في المتجر اللي موجود في المكان، تعالوا وراي. هني المكان حقكم مناسب عشان تاخذون ذكريات حلوة، وهذا أكثر شيء شدني. تخيلوا أن هذا الشعار الرئيسي اللي كان للطبق طاير من أيام السبعينات. شفنا وياكم كيف حافظت مؤسسة الشارقة للفنون على جمالية المكان الأصلية، وكذلك أضافت له جمالية إبداعية وفنية. لا تنسوا تسووا لنا سبسكرايب شير ولايك. نشوفكم في ترتيب جديد. مع السلامة.